أشد الأيام كراهة على الإطلاق هو صيام يوم عاشوراء. وأساسا يوم عاشوراء ذكرنا الآن أنه من المستحبات أن يصوم الإنسان اليوم الذي تتجدد فيه نعمة للإنسان. بنو أمية كانوا يطبقون هذا المسألة الشرعية، هذا الحكم الشرعي، استحباب صيام اليوم الذي نزلت في هذا اليوم على الإنسان نعمة، كانوا يطبقون هذا الكلي على يوم عاشوراء. فكانوا يصومون يوم عاشوراء تبركا، كانوا يصومون يوم عاشوراء بعنوان أن في هذا اليوم نزلت نعمة. النعمة ما هي؟ استشهاد ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه هي النعمة العظيمة اللي كانوا يصومونها لأجلها. الشخص اللي يصوم هذا اليوم يوم عاشوراء بعنوان البركة، يوم عاشوراء ما يكون صيامه مكروه، بل من أشد المحرمات. هذا المحرم يخرج الشخص عن الدين أصلا. الشخص الذي يصوم يوم عاشوراء تبركا تيمنا بهذا اليوم، باعتبار أن سيد الشهداء قتل في هذا اليوم، هذا أصلا مو مسلم، هذا كافر، يعتبر ناصبي. الصيام عندما نقول صيام يوم عاشوراء مكروه، مكروه يعني ماذا؟ يعني شخص يصوم يوم عاشوراء هكذا صيام عادي من دون التبرك بهذا اليوم. وإلا التبرك هذا من أشد المحرمات، هذا مو مكروه، محرم. شخص عادي يصوم يوم عاشوراء، يصوم أيام مختلفة ويصومهم يوم عاشوراء، هذا هو الذي قد أدى المكروه. الصيام العادي بدون أي تبرك بهذا اليوم. وإلا في الحديث الشريف الذي يصوم يوم عاشوراء تبركا يحشر مع آل زياد، هذا يعتبر مع قتلة الحسين، يحشر مع ابن مرجانة في الرواية هكذا، ومصيره إلى النار. إنما صيام يوم عاشوراء بعنوان صيام عادي هذا يعتبر من الأيام المكروهة، بل أشد الأيام كراهة. نعم، هذا الشيء كثير من المؤمنين يعرفونه، أنه من المستحب أن الإنسان في يوم عاشوراء، هذا أيضا ورد في الرواية الشريفة أن الإنسان عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يصوم يوم عاشوراء لا يكمل هذا اليوم، مو صيام كمل، ما يكمل الصيام. هذا إطلاق الصيام، لا الآن أعلم، هذا الصيام إطلاق الصيام عليه من باب إطلاق الصيام اللغوي مو الصيام الشرعي. الصيام شرعا هو أن يمسك الإنسان من أذان الفجر إلى أذان المغرب، هذا الصيام الشرعي. ولكن الصيام في اللغة بمعنى الإمساك. الصيام في هذه الروايات أن الإنسان لا يأكل لا يشرب، يتجنب الأكل يتجنب الشرب إلى وقت العصر، إلى مثلا ساعة قبل أذان المغرب، ساعتين قبل أذان المغرب، إلى العصر، إلى هذا الوقت لا يأكل ولا يشرب. هذا مو صيام، مو هم ناوي للصيام أصلا، مو الصيام الشرعي، إنما الإمساك عن الأكل والشرب. الإنسان يمسك نفسه باعتبار هذا الوقت أهل البيت عليهم الصلاة والسلام كانوا عطاشا كانوا جائعين، فالإنسان مواساة مع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لا يأكل ولا يشرب. هذا فيه ثواب عظيم، هذا مستحب، والكلمات الواردة في الروايات تحمل على هذا المعنى اللي وارد في رواية عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يصوم بهذه الطريقة، مو بنية الصيام، بنية الصيام يعني الإمساك، ينوي أنه يمسك إلى العصر لا يأكل، إذا هم أكل ما في إشكال، إذا هم شرب ما في إشكال، ولكن هذا نوع مواساة مع سيد الشهداء صلوات الله عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا مع سيد الشهداء في الدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين.